ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده يا جماعه هنعمل تحدي سلاتي تويز، بس معانا مين؟ ومعانا طبعا يزن باشا، ومعانا الفرنسيس غزل. هنعمل برضه هنفتح كرتونتين تمام وهنقسموه علينا احنا الاربعه ونشوف مين فين اقوى حظ ومين فينا يكسب اكتر لعبه. اوكي يا فيروز؟ كلنا ما اعرفش هيطلع لك ايه بقى. قبل ما نروح للدقفه دي بتصطاد على الكاسكات، شكلها يا احلى اسطوره متقفله معاهم المهم. والفيروز قال لهم وصلوا لنا 100,000 مشترك. استنى 100,000 مشترك. يلا بينا يا فيروز. هنفتحها وكل واحد فينا ياخد 5 اكياس لان هما ال الواحد فيه 10 يبقى على الاربعه، هيبقوا كل واحد فينا ياخد يعني 10 و10 20 على الاربعه، يبقى كل واحد فينا ياخد مره. تمام. استني فيروز، انت عايزه ايه يا فيروز؟ جبنه بس؟ طب ما نقسموهم عشان كل واحد فينا ياخد من ده ومن ده. تمام. يبقى استني يا فيروز، ادوس بكره فيروزه. خد يا غزول كده واجيب لك الجبنه. ماشي كده بتوع الجبنه. هو سبايسي جدا عشان هو بشطه والليمون، يعني مش عايزين ياخد وبعدين ياخد الخمسه بتوعي بالشطه والليمون. تمام. انت مش هتقدري. وهدي لا يا حبيبتي، انا بقدر عادي، انا بحب الشطه والليمون. تمام. ويزرق هياخد 4 بالجبنه عشان تبقى الحلوه صح، او انا ممكن اخد يبقى كده كل واحد فينا 2 الشطه والليمون وواحد يبقى انا العكس يعني. تمام. انا اكتر حاجه اخد الشطه والليمون. يلا دلوقتي يا جماعه بقى هنبتدي نفتح. نفتح نبتدي بمين؟ ابتدي بالكبير انا. نمشوا كده ماشي اليمين اهو، هنمشي من اليمين. تمام. يعني انا الاول هفتح اول كيس. تمام. يلا بينا. السبايس ده بينا عليه فاضي. لا شوفي كسبت. ايه ده؟ مروحه. دي أول هدية ليا مروحة. جميلة إن شاء الله. ماشي الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. يلا يا زونة نبتدي نفتح واحد بالجبنة عند يا زونة. عايز إيه يا يزن أنت؟ إيه؟ إيه؟ أنا لا مش هخليك تمسكها عشان نركب عربية. يزن نبيع عشان العربية. عربية يا جماعة ليه؟ دي أول لعبة ليزن. تعالى نشوف كده. يا جماعة هدية تاني؟ لا مفيش. سوري. ماشي يلا يا روزي. يلا دول روزي. انتوا عارفين يا جماعه حاجه تقيله شويه يا روزي. انتوا عارفين يا جماعه يزن بيحب العربيات جدا، الحاجات دي عشان هو ولد. يلا نفتح دول روزي. يلا نجيب فيها حاجه تقيله يا روزي. ايه ده؟ وات از ذس؟ مروحه برضو يا جماعه. خدي يا فيروز خليها قدامك هنا عشان افتحها لكم في الاخر عشان ايدي ما تتوسعش. خليهم هنا. ماشي اهي. مفيش حاجه تانيه. ده الكيس بتاعك وراكي اهو، خليهم هنا وفي الاخر خدوهم. ماشي يلا يا غزل. ايه ده؟ لا ده تقيل والله. لا تعالي شوف بتاع غزل فيه ايه. شوفوا في الاخر مين اخذ كسب اكتر هدايا واحلى هدايا. ايه ده؟ واو عربيه بس حلوه جدا ان شاء الله. حلو قوي يا غزل. هاتيها حطها في الكيس. طب ثاني يمكن في لعبه ثانيه. لا مفيش. خدي يلا فيروز، احط لك اللعبه بتاعتك جوه الكيس بتاعك. واسيبها لك كده عشان يفتحوهم كلهم في الاخر ونشوفوا مين بقى فينا اقوى حد. ماشي يا روزي. يلا افتح واحده من بتاعتي. يلا بينا. بعدين دول هفتح الجبنه المره دي. مش عارفه بس مرسوم عليها بندقيه من بره. هي بندقيه في الاخر هنفتح اللعب دي ولا مش عارفين ده ايه يا جماعه. هفتحها لكم في الاخر واوريك. ايه ده؟ دي بندقيه يا جماعه. بصوا بندقيه مرسوم عليها بندقيه من بره.
في الاخر هنفتح اللعب دي كلها ونشوف هو مكسوم عليها ايه. تمام ايه يا زون؟ يلا الدور عليك. ايه ده؟ كاكا حصله؟ ايه ده؟ المره اللي فاتت كان حظه كله حصلات. استنى صعب قوي كيس المره دي. والله مش عارفه افتحه بجد. ايه ده؟ الله كوبايه من شاليما. واو الله. وكمان لا لعبتين. بصوا يا جماعه كوبايه من شاليما حلوه جدا بتاعت يابا. بصي حلو قوي يا يابا. نفسي اكسبه. وموتوسيكل. قولي يا رب ان شاء الله تكسبه. يا رب والله. وموتوسيكل دي لعبتين يزن. يزن واو برافو. بصي الجمال. انا نفسي اكسب شاليما. بعد كده بقى دي كوبايتك تشرب منها انت على طول. حلو قوي. بس كده مفيش حاجه تاني ليها. انا عارفه دي كروزه. تعالي نشوف فيروزه. يلا يا روزي ده باين عليه برده في حاجات تقيله يا روزي. ترفع تكسب سهو ولا ايه؟ لا مش حاجه ده يا بنت. كانت حاجه كبيره دي حاجه تقيله. عربيه زي بتاعت غزل. طياره. العربيه يا جماعه طويله دي اللي هي كانها طياره دي. خدي يا فيروزه جوه الكيس بتاعي تاني. يلا يا غزل هاتي الكيس بتاعك. اختار الحلاق. الحلاق. ايه ده؟ ده خفيف خالص شكله مفيهوش حاجة. تعالي نشوفه فيه ايه. ايه ده؟ مسدس. بص يا جماعة مسدس بس خيوركم. بس حلو حلو. هاتي نفسه بس دي بتاع فؤاد. يلا خدي. يلا انا افتح بقى الدور عليا. الدور عليك. الدور عليا انا. تمام الدور على ايه؟ هو برضه باين عليه خفيف مش عارفة في ايه حاجة فيه. حاجات الخفيفة اللي من خفيفة. ايه ده يا جماعة؟ ودي عوامة. يا جماعة بصوا حاجة من اللي بتتنفخ هوريها لكم في الآخر برضه. هوريكم كل لعبة بالتفاصيل في الآخر. دي بقى اللي هي بتتنفخ دي وبتبقى لعبة الأطفال كده. هوريها لكم في الآخر كل الألعاب دي هوريها لكم في الآخر. تمام؟ يلا دور مين؟ يلا دور يا زونة. يلا بينا. بتاعتي؟ ايه ده؟ بصي الله يا يدا. واو بس انت كنت عايزه عربيه. دي بتاعتي. دي حلوه قوي. بصي يا جماعه عربيه بس حلوه. دي بتاعتي بنت يعني مختلفه عن المره اللي فاتت بس حلوه قوي. يبقى دي بتاعت يدا. وفي لعبه ثانيه يا زونه. لا استني كده. لا انا خايفه بلعبه ثانيه. لا مفيش حاجة. لا 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 مفيش حاجة. تعالي دور مين؟ تعالي دور مين؟ يلا يا روزي هاتي دور. يلا هاتي دورك. يلا تختاري أنهي واحد تفتحيه. لا ده بتاع يزن. دول كده بتاع يزن. التلاتة دول بتوعك أنت. تختاري أنهي ده؟ تقيل برضه يا روزي. ده مش عارفة إيه. استنى. حلو جدا. ده حلو. ده عربية يا روزي. تعالي نشوفها شكلها إيه. واو عربيه يا جماعه اللي هي اماكن بتاع ولد اللي هي بتاعت ولد بس هي اللي بتلعب بتجري تخبط في حته تروح راجع تاني. اللي هي بصوا يعني كانها بتلعب كده وبتلعب كده بس حلوه يا روزي. خدي الكيس بتاعك. يلا غزوله الدور عليكي. اختار بالشط. يلا طيب انا طبعا مش عارفه احط ايه على وشي. لا ده خفيف حاجه خفيفه. ماشي مش مهم وقت حرب. يلا غزوله. ايه ده؟ مسدس تاني الغزل. الله بقى. بصوا يا جماعه مسدس تاني. مسدس ميه. مسدس ميه. انت الله هيزهقوني بقى ويملوا ميه ونكبوا من البلكونه يا ماما والنبي. صح؟ خدي طيب الدور على مين؟ عليا انا صح؟ صح. ايه ده؟ لو شكشكه هديها لمكه. ماشي. ماشي عشان مكه اصغر بيبي عندنا. صح. لا من يا جماعه واحده ثانيه من اللي بتتنفخ. بصوا. لا هنفخها وادي واحده الحياه وواحده المكه. لو هي حاجه اطفال يعني. سامعين؟ لا دي بتاعت بيبي بتاعت اطفال بيبيهات صغيرين. صح. تمام؟ يلا بينا. فين حاجه يزن؟ سوري. يبقى انا فاضل لي واحد ويزن واحد وفيروز اثنين وغزل اثنين. ده بتاع يزدون؟ ايه ده يزدونة؟ ايه ده؟ الله جراب موبايل. جراب؟ يا جماعة جراب موبايل. والله جراب موبايل مش عارفة ده سامسونج باين.
كونجراد مش كونجراد. يلا يا فيروزه هاتي هاتي يا فيروزه يلا كده الباقي الواحد بتاعك ده ده بتاع فيروز. ايه ده بتاع مين اهو استحرج ده بحاجه تقيله قوي. يزن والله قصه لعبه جميله يا ماما. استني يزن حظ حلو يزن. لا دي بتاع فيروز. ايه ده يا جماعه البتاع بتاع زمان اللي بيبقى جواه كور صغنونه وتفضل تدخلها في المجرى هوريها لكم في الاخر من القريب. ماشي ماشي دي جت فيروز. هاتي يا غزه يلا هاتي ده ده بتاع غزه تقيل قوي قوي صح؟ اه ده اللي هو شبه يلا بقى تقيل. لا تقيل ايه ده؟ مسدس ثالث لغزل بس بتاع ميه بس شكل تاني برضه. يا المفروض كان حظ غزل راح كله ليزن بس حلو. مسدس حلو والله قوي يا جماعه. تعالي نشوف في حاجه ثانيه. مفيش انت كده فاضل لك كام واحد؟ واحد واحد. يبقى انا استني افتح بقى بتاعي الاخير. اوه كوبايه كوبايه والله. طب استني كوبايه ثانيه؟ اه والله كوبايه ونفس اللون. اهي يا جماعه كوبايه. الكوبايه ديت كوبايه فيها سليمون والله اهي جميله قوي. تمام الكوبايه ديت وايه تاني بس كده فاضل واحده بتاعه يازا ده يلا كده. ايه ده حاجه تقيله كمان حاجه تقيله مدوره. ايه ده استنى ايه ده سمكه زي اللي كسبناها المره اللي فاتت فاكراها يا زوزو اللي بترقص على جنب بتصح دي بتاعت يازا. صح كده؟ تعالي بقى نشوف يلا هاتي الكيس بتاعك الاخير يا فيروز فين هو؟ هو ده بتاع فيروز. لا بتاع فيروز اهو. ها الحمد لله انا عارفه ده اللي هي كوبايه. ايه ده؟ بتاع حظ مين ده؟ ده فيروز؟ ها؟ فيروز ده لعبتين يا جماعه مسدس ثانيه يا روزي مسدس ومروحه هفتحها لكم في الاخر اقول لكم بتشتغل ازاي. خدي خدي قلبي هاتي يا غزل. انا مسكت ده دول كده بتوعي فين هما؟ استنى هوريكم في الاخر. ايه ده غزل؟ ايه ده غزل في ايه ده؟ مش عارفه حاجه ايه حاجه تقيله. لا اي حاجه خفيفه حاجه ورقه لا. يعني زي كرتون كده خفيفه. ايه ده؟ ايه ده يا غزل؟ مش عارفه بصوا يا جماعه هي لعبه بس انا مش عارفه هي عباره عن ايه. مسدس لا مش مسدس انا ما اعرفش عباره عن ايه والله. بصوا مسدس مش عارفه عباره عن ايه. ايه ده يبقى كده خلصنا الحاجات بتاعتنا. تعالي بقى كده نفتح اللعب كلها ونشوف مين فينا كسب احسن حاجات ونشيل الحاجات من الكاس هنشوف مين كسب فينا اكتر وهنفخ الحاجات بتاعتي وافتح اللعب بتاعتي وبتاعت يزن وبتاعت غزل ونحطهم كل واحد قدامنا ونشوف مين فينا كسب اكتر لعب. يلا بينا يلا بينا زولا. بص يا جماعه انا كسبت ايه انا فرحانه جدا والله حاجات عاجبني جدا جدا. وريني طيب الاول اللي بتاع دي كسبت مسدس ميه رش دي كده وايه تاني؟ وعربيه عربيه طياره طيب ماشي المشروع طياره و مسدس ميه تاني مسدس وده مسدس كده اللي هو بتاع زمان ده وده مسدس ميه دي ايه اللعبه دي بقى؟ ايه اللعبه دي؟ انا مش عارفه هي ايه حتى ما رضيتش افتحها معرفش هي ايه اصلا حتى كده ودي تتضرب بيه اللي يعرف يقول لنا في الكومنتس يا جماعه اللعبه دي ايه؟ تمام؟ وريني يا زوزو ده مسدس صح؟ دي حاجات روزي فين روزي؟ روزا كسبتي ايه يا روزا؟ كسبت مروحة الله حلوة ومروحة تانية حلوة قوي. بصي بقى يا فيروز اعملي بيهم كده بصي عشان الحر بقى ما يجيلكيش حر ماشي يا فيروز وريني كسبتي ايه تاني؟ كسبت طيارة عربية. لا وريني يا فيروز دي 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 مش طيارة يا فيروز دي عربية عربية كده طيارة حلوة وريني ايه تاني؟ وكسبت العربية دي برضو اللي هي دي اللي تمشي كده بصوا اللي هي كده وتتحط في الحيطه وراجعه عامله كده وراجعه تاني كده. وده ايه يا فيروز؟ استني كده بصوا يا جماعه ايه ده؟ البتاع يا جماعه يبقى فيها كور ثانيه يا روزي وبتقعد تلعب كده من جوه وتدخليها في المكان بتاعها. وايه ده يا روزي؟ مسدس مسدس؟
لا يا فيروز ما تذبحنيش، ما تقتلنيش يا فيروز. لا يا فيروز. لا يا غزل. لا لا يا فيروز. لا يا غزل. يلا تعالي نشوف حاجة يزن. يا زونة كسبت ايه النهارده؟ وريني كده. اه دي السمكة اللي بتلعب وهي نايمة يا جماعة، بتعمل كده بصوا. اوعى إيه يا زونة، هي بتعمل كده وهي نايمة، تقعد تمشي كده بس وهي نايمة مش وهي قاعدة. ماشي، او ممكن تكون عايزة مية. وده جراب تليفون حلو والله، جراب سامسونج تقريبا يا جماعة. وكسب يزن الكوباية بالشاليموزي، اه وكمان كسب الموتوسيكل ده وعربية، وعربية دي حلوة برضو عجباني. وريني يا زونة عربية دي عجباني، تعالوا نشوفوا بقى كده انا كسبت ايه. بصوا يا جماعة بقى انا كسبت ايه، كسبت الكوباية بالشاليمو دي تمام، وكسبت مروحة، وكمان كسبت البندقية دي يا جماعة. تقريبا احنا بنفكها وبنركبها بندقية، تقريبا هي فك وتركيب للاطفال الذكاء، يعني ان هم يكونوا لعبة او يكونوا شكل، فاهمين ازاي؟ وكمان كسبت ده، بصوا فاكرين ده اللي احنا بنجيبه بتاع زمان ده، او لسه بيتجاب لحد دلوقتي للاطفال. بصوا عايز اطفال ايه في سن مكة، في سن حياة، صح؟ سن كده تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ مسدسات. يعني كده يا جماعة انتوا شفتوا حاجاتي، المروحة والبندقية والكوباية والاتنين دول، دي حاجتي انا، حاجة يزن دول يا جماعة، وحاجة فيروز اهم، دي كده حاجة فيروز اهي، دي كده حاجة روزي تمام، ودي كده حاجة غزولة. يبقى احنا كده يا جماعة هنقول ايه بقى دلوقتي؟ الهدية عجبتكم ولا لا؟ اه دلوقتي بصوا بقى وصلونا ل 100,000 مشترك معانا، وصلونا ل 100,000 مشترك يا جماعة. ودلوقتي بقى أنا عايزة أقول لكم على حاجة، اكتبوا لنا في الكومنتس تحت مين أخذ أكتر هدايا، غزل ولا فيروز ولا يزن ولا أنا، تمام؟ أنا شايفة من وجهة نظري إن أحسن حظ أنا. لا أحسن أنتِ؟ أنتِ كل المسدسات. آه بس كده يا جماعة، ده الفيديو بتاع الندى، عجبكم كل فيديو تستاهلوا تعملوا إيه؟ لا فيروز قولي لها مشتركه في القناه، اشتركوا في القناه يا جماعه. على فكره هي نازله من فوق تقول لي انا عايزه اصور معاكي، صح يا فيروز؟ صح. وقاعده من بدري، انت مش هتصوري؟ انت مش هتصوري؟ قلت لها طب اصوري معاكي يا فيروز. طيب انا مش عارفه اصور ايه فعلا معاها، رحت قلت اجيب اللي هو التوي سيتي ده نلعب مع بعض يعني بيه، صح يا روزي؟ صح. روزي هتصوري معايا على طول؟ اه. بجد؟ اه ماشي. آه بس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاع الندى، عجبكم فيديو تستاهلوا تعملوا ايه؟ اتكلموا بالراحه عشان في ناس بتقول احنا مش بنفهم من صوت غزه عشان بتتكلم بسرعه. لو عجبكم الفيديو تستاهلوا تعملوا ايه؟ لايك شير تشتركوا بقى يا جماعه في القناه، وصلنا ل 100,000 مشترك. يلا ويلا بينا، باي باي.